تعلمت طريق الصدفة. كنت أشتغل في الخياطة وفي الزراعة. تعرفت على صبية روسية كافكازي، صرنا أصحاب أنا وياها. كان عندي مشاكل في وجهي من ناحية كلاف، من ناحية كان عندي مشاكل في شعري من ناحية شعر خفيف صلع نشراب. كنت حكت لي إن ستة كاينة متعلمة تعمل صوابين وخلطات زيوت اللي هي إحنا منعملهاش في بلادنا في إسرائيل، وكثير الإشي بفيد وناجح، وبتهتم في حالك وإنت في بيتك، بتوفر عليك مصاري كمان. تعلمت بلشت أعمل، صرت بس بلشت أستعمل، صرت أشوف نتائج تقدم تحسن. كملت لقيت خرق بس صرت أشوف نتائج عند الصبايا اللي جربوا، عند أولادي الحب يروح، الأشياء نضارة البشرة الشعر. قررت أعمل منه عيسك وبلشت فوتته هيك مع دخ كدي شغلي، ولحد ما شفت إنه في عليه طلب. هاي الصابونة هي من أشياء من كلها، يعني كلها بنفوتها على جسمنا، فياش أي نوع سلبيات أو أي ضرر أو إشي. حاليا عندي 11 نوع صابون. في عندي صابونة مميزة اللي هي الطبية، هاي صابونة مميزة عن الكل، لأن الصابونة الطبية هي هاي بالشكل هذا اللون الأسود. هاي الصابونة بتعالج كثير أغلب أمراض الجلد، يعني من ضمن أمراض الجلد نوع الفطريات. في أمراض اللي بتخفف وبتساعد مثل الصدفية، لأنها مش أمراض حتى تجربت في بديتها، يعني نجحت للتساعد. صابونة القرفة واللافندر كثير صابونة مميزة، بتساعد لنعومة البشرة وللكلف كمان. صابونة روزمارين واللافندر هاي الصابونة كثير كمان بتساعد للتجاعيد ولشد البشرة وللتفتيح البشرة، يعني كمان منيحة. هاي صابونة قهوة، صابونة قهوة كثير كمان منيحة، بتمنع يصير نفخة تحت العين، بتمنع يصير سواد تحت العين لنعومة البشرة كمان. أكيد هاي الصابونة صابونة العطرة، صابونة العطرة جدا مميزة لنعومة البشرة وللكثير فيها للحوت. أنا حاليا عندي 6 أنواع الزيوت، ومن أهمهم زيت الشعر. عندي زيت الشعر هذا لكل إشي بدك لمشكلة الشعر بتنحل في هذا الزيت، كم من نقطة، وهذا مركز فيه وما يقارب أكثر من 20 نوع زيت، زيوت طبية، زيوت أصلية اللي هي بتخدم على تغذية الشعر. أول شغلة بعد الحمامة كم من نقطة لما نحط إحنا على الشعر بهذا الشكل 4-5 نقاط بكفوا، إحنا بنحطهم بعد الحمام، بتوقف النشرة من أول تبوليم. من ناحية طول بدك يطول الشعر بيطول، من ناحية إنه يعبي، أنا مثلاً كان عندي صلع اليوم فيش عندي بخبي المرة، ومن ناحية كمان نعومة الشعر ونضارة الشعر أهم شيء. أنا كان عندي كثير مشاكل في البشرة من ناحية كلف، واليوم أنا بنت 57 سنة وهاي بشرتي من وراء هاي الصابونة.